FM. الكلمة ليك. مش امن موازي كامل يخدم خارج فهمتني اطار والنتيجه ان مشينا للانتخابات ما فما حد شيء فهمتني اللي ربح صح عليه انتخابات الاولى والثانيه والثالثه وين والامن الموازي شنو يعمل الامن الموازي في وزاره الداخليه سترودي يقول لي ثم اشخاص عندهم ولاء معين يقول لك صحيح تقول لي امن موازي لمن يعمل امن موازي مصلحه من تشاتش ايوه شنو رايك في حاجه ولا كيف كنت له حاجه دي هو غواصه هو نفس الامن الموازي الداخليه سامحني مي سنه باتسونس يا هم شدوا واحد منهم مسيح وداوي الخضط الدنيا بعد ما شدوه هاي العبيدي هاي هاي العبيد ويدخل في العبيد ويخرج واللحظة تكذب تقول خاتيني خاتيني مش متاعرة هاي وهو سيد في قناة الزيتونة هاي عامل شطح باطح هاي وكان هو اللي يجيب وجد غنيم وجماع في الكهرباء بتاعه يعدي من غادي غادي يعديه في الفلوس يعديه في السلاح يعديه في اللي يحبهم فهمتني ويعديو في الاشخاص ولا في الهيئه نتاع الهابيين ولا الشباب اللي يمشيو لحم المدافع السوريا والعراق والليبيا وغيره كلها من غادي وزير الداخليه قال سماش من واجي هاو نعطيهم لك بالاسامي سيد الوزير نعطيهم لك بالاسامي ولود غاني كلام ونعطيهم لك نقولوا ثم يخدموا امن موازي واضح وهذا مشى للقضاء والسيد توا حتى اللي كلام من امنيين بيطل معناها منكم فيكم يقولوا سلاح بيبر عجدي وصديقنا صاحبي جويني والكل يقول لك هاو اليوم فلان وفلان 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 عندهم جماعه سلفيين وفليكسون دو تيرن وليد زروق فوالا ويجبدوا عليهم ويقول لهم تذكر احنا محمد علي العروي عام واش التالي وقت اللي قلنا له فما 102 100 وشويه وقت 120 بوليس هذوك مع الارهابيين ما راح داخل كاريمون اي قال لي 6 7 يعني بالنسبه لي 6 7 يعني تصور امني باش يمشي حارب الهابي وزميله يهز التليفون يقول للهابي هاو كان جايك زميلي طاغوت ويقتلوه زميله يا اخي سقراط شاني ما قتلش هو قاعد في الكنبة قناص قتل واستدرج ولا والراجل كان في كونجي وغيره وهما يحبوا يغطيوا لا في الداخليه انت لونو بالله شوف لم بقترك وبسلامه يزي باستا بيا باستا يزي يزي الاداء نتاعك انت والحمايه نتاعك اداء تعب ياسر أداء مهتز تعب كذب وهزان ونفضان وما عليها كان يجيو نسب شحميوه يقول يقول له خرج الثمانية وقتها روح تسعة شد دارك باش يبداو في الحنين هما فهمتني لا حالة حليلة ونعطيه الأسامي نعطيه سيدي أنا هاو عندي ماك تعرف عندي أورغاني جرام وأعطيني هنا وسي زياد الهاني أعطيني حتى للسيد القاضي ثم قاضي من القضاة أعطيناه المسألة وقلنا له سيد القاضي هاو الأشخاص حتى النيابة الخصوصية هاي ولا وقت النيابة العمومية جوستومون النيابة العمومية عطيناه معناها قائمة كاملة خي شنو وقلنا لهم وهاو الأشخاص وهاو باهي محرز الزوالي شنو الطاهر أبو بحري حب الزمين سميك الداخلين هاك تسمع عبد الحميد بوزيدي باهي نزيدوك حاجة أخرى لا يزي لا نزيدو معناها مش مشكلة لا يزي على الكلام العبيد إيش نزيدك ونزيد عليك يزي وحيد التوجاني قال ما نعرفش نهضة من جاي محرز زوالي بودي العام صاحب سالك قلب كيف كيف حمزه بن عويش بصة بن عمر نزيدو رياض بن طايف من غير لا تزيد من غير لا تزيد بس نزيدو لا يعني اونتر نو كان يحب هو الوزير علاش يقول في الكلام هذا قال لك نقول عندهم ولاءات عندهم ولاءات الاحزاب ويخدموا داخل هما سيدي كوميديتا المفروض يخدموا الدوله ويخدموا في وحود اجندات خاصه نتاع احزاب وثم باهي وانت سيد الوزير ما عملتش كوميسيون نتاع تحقيق فيما يخص الشهيد ابراهيمي من 16 جانفي 2016 13 سبتمبر باهي عملت كوميسيون فيما يخص دارو اللي دخلوا له غاديكا ما قال وقال في الشروق هي ويني ويني كوميسيون نحبوا النتيجه نتاعها لا سامحني وليت شفت الدوله كي معناها تتشلك تولي تتمطط الامور البارتي توكراسيه تولي تعطي دكتور الغباء اليوم عندنا ميديوكراسيه لا ميديوكراسي مش ميديوكراسي ميديوكراسي جاي من كلمه ميديوكيتي فهمني الضحالة دكتورة الضحالة بصراحة ما وعليش هذا كل على خاطر القضاء ما قامش بدوره على خاطر هيئة الحقيقة والكرامة ما احتفلوش ب 18 جانفي 52 أما نقولوا ثم واحد يوسف فيس تعارك مع واحد بالجبيس كان عام 54 هم باش نشوفوا شو ونحقوا فيها والأمور اللي عايشينها احنا تو المصائب ثم اغتيالات ثم تقتيل ثم التدليس نتاع محاضر حتى لدى البحث الابتدائي لطفي نقذ وقع تدليس الرجل تسحل وتقتل وغير وقع تدليس كنت تتذكر حتى لوتوبسي كيفاش تلعب بها معناه تلعب تدليس معناه لعب ثم كذلك في الامن وقت يشدوا الوحده نتاع بالدين
لورديناتور نتاع الويسي مازال ما غاب. من بعد قالك لي لقيناه. قالوا زعف ومن بعد لقاه لقاه منظف بيان سور. منحين اللي نقول لك. ثم في التحقيق شدوا الهبيه في الورديه ومشاو يلقاو عندهم معناها قرص ومغنت ولا شو اسمه ولا ذاك الفلاش ديسك وفيه اعترافات الهابيين معاهم لجنه قلم التحقيق. لجنه التحقيق شنو هو هذا؟ بالك ملايكه موازيه هذيا ولا شيطان موازي. ثم ناس في الـ في الـ في الحبوسات يعملوا في التليفونات الناس في ليبيا ويهزوا في العباد من الحبوسات ويهزوا فيهم يجندوا فيهم ويهزوا من ليبيا. بعد اللي عاد سيري كوبو سيد غيج يعينوا في البوليسيه وهو نفسه زي الداخليه يعينوا له جوستومون يا جماعه يتكلم في كلام كي هذا يزيك سي بن جدو انت قاضي ومفروض تخرج خرجه مشرفه ما عادش تقول كلام كي هكا عيب. الطفل الصغير كي تعدى بحذاه يقوم يقاق يقول لك هاو بن جدو انتخ نو بالحق البلاد معناها تسيبت للميليشيات لا بريفاتيزاسيون تاع العنف عند الميليشيات الخاصه وتحطيم الدوله والقضاء على الاشخاص والتهديدات وكذلك القتل والسحل وغيره وهو يقول لك ما سمحت شيء يا بن جدو. لا سمحني سي بن جدو يلزمك انت ندخلوك في الجينيس بوك. لا لا فهمتني ونعملوا لك قال لك سيد خوك هو غزمون جاي فراه محمد علي العربي هكا يلقى له ساعه اثنين اما تعرف لو كان جاي عند لطفي بن جدو خالد طروش فتلك مصيبه كبرى. اي محمد علي هكا سالك زعما هو زعما تخيل انا شوف الفتره هذه الفتره هذه نتاع قاعدين يضحكوا علينا والصيد قاعد يضحك علينا وميجو قاعد يضحك علينا والاخرين بن جدو قاعد عامل فينا ويقول اللي حب ومحمد علي حاضر في محاضره باش يمشي يعملها في قطر حول الامن الموازي. اكزاكتومون ناخذوا بوست بيو بعد هي نقرا مع بعضنا الجرايد. كاتا فان الكلمه ليك.